مساء الخير، مساء السعادة والتفاؤل، مساء الجمال على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال وبرنامج نعم أستطيع. زي ما عودناكم دايما إن نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوال تليها أفعال. النهاردة الحلقة رقم 295 في الموسم 25، هكون معاكم مروة السيار. وحشتوني جدا جدا جدا. حلقة جديدة ويوم جديد وسنة جديدة، يا رب تكون سعيدة على الجميع ويرفع الله عنا البلاء. النهاردة بمناسبة السنة الجديدة عاوزة أبعت تهنئة بمناسبة أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد المجيدة لأخواتنا الأقباط، كل عام وأنتم بخير. فقرتنا النهاردة عن ضيفة مشرفانة من بني سويف، عن شخصية عامة قدرت تنطلق وبقوة في المجتمع السويفي وحققت على أرض الواقع بعض البصمات ونجاح ظاهر، وعملت جروبات كتير جدا منها جروب بدلني شكرا. معانا ومعاكم خلود عزت بنت بني سويف، صاحبة جروب بدلني شكرا. أهلا وسهلا يا خلود. أهلا بحضرتك، عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ تمام الحمد لله. إيه بدلني شكرا ده يا خلود؟ يعني بصي عرفينا الأول عن خلود، ادينا نبذة عنها. أنا خلود، محافظة بني سويف، 31 سنة، قلت سني طبعا. عملت جروبات، بدايتي مع جروبات ما كنتش افهم اي حاجه في السوشيال خالص، بس بدات باول جروب ليا، جروب شنط وشوزات. ده بداته اول حاجه ان انا خدتها هزار شويه فكره الجروب. بصي هو بدايه الجروبات فكرتها عامه ان انا كنت يعني اي حد بيتحط في موقف لازم بيشوف يعني بيشوف الموقف ده هيمشي مش هيمشي، هتستمري ولا لا. اتحديت نفسي ان انا اعمل حاجه للمجتمع، ان انا بكون معروفه، ان انا يكون ليا حاجه كويسه. بدات الجروبات بالشنط والشوزات، هزرت فيها شويه كده، قلت ليه محلات شنط؟ ده عنده محل، طب ازاي كبر؟ ازاي اشمعنى انا ما اكبرش زي الناس دي؟ بدات الشنط، فرحت اتصلت بصاحب المحل ده، قلت له طب انا عايزه اعمل جروب شنط وكده زي حضرتك وافتح محل واكبر وكده. فللاسف قال لي لا لا انا بستورد شنطي من الصين، وقفل السكه في وشي في الموبايل وخلاص على كده. تمام، بس القصه بدات بقى من جروباتي ان انا اتحديت نفسي. طبعا ما جالكيش بقى احباط وقلت لا 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 بالعكس بالعكس. زعلت ان هو كسفني واحرجني وكده، بس طبعا اختي راحت كان عاجبني شنطه عنده قوي، وانا ما كانش معايا، ما كنتش عامله حسابي ان انا اجيب الشنطه دي. اختي تاني يوم على طول جابت لي الشنطه دي من الشخص ده. بفتح الشنطه لقيت فيها الفواتير، لقيت فيها اسماء المصانع كلها اللي بيتعامل معاها، لقيت حاجات كتيره جدا هو بيتعامل معاها. اكبر محل عندنا في محافظه بني سويف. تمام، انا رحت عملت زيه وتعاملت مع المصانع وتعاملت مع الشركات، هزرت، نزلت شنطتين ثلاثه، لقيت الناس اندمجت معايا. ما كنت بدي الشنط ببلاش كده، مش عارفه اعمل ايه. بس فلقيت نفسي عملت جروب شنط وشوزات وكبرت قوي فيه جدا. خدت الخطوه ان انا اكمل واتحدى نفسي وكده، ان انا اعمل حاجه وابقى ليا اسم. تمام، بس بدات في الجروب التاني، هنتكلم على بدلني، بس انا مخليها اخر التطورات دي كلها. كلنا عايزين نعرف ايه بدلني شكرا. انا شخصيا دخلت الجروب وعرفت ايه هو بدلني شكرا. بدلني بس شكرا، الناس عايزه تعرف بقى ايه بدلني. تمام، شكرا ده. بدلني شكرا هو انا لقيت كذا صفحه بدلني بدلني بدلني، بدخل على عنوان الصفحه ما بلاقيش ليها اي لازمه، بلاقيها كام عضو 10 20 كده، ملهاش اي قيمه، ملهاش اي لازمه خالص. قلت طب ليه ما اعملش فكره بدلني؟ في ناس كتير عندها كراكيب في البيت، عندها حاجات ملهاش لازمه في البيت كتيره قوي. قلت هعمل فكره بدلني وهنزل اسمه وهشوف الدنيا تمشي ازاي. عجبتني الفكره ان انا كان عندي حاجات مستعمله في بيتي كتيره قوي، كراكيب ما بستعملهاش، نزلتها بوست في بوست بدلني. دي للبدل، دي ده طقم عايزاه بدل. يعني انت اللي بداتي، انت اللي بداتي تنزلي بوستات ان انت عندك حاجات انا شخصيا بدلني بيها، انا مش محتاجاها بس يعني مثلا محتاجها. انا عندي شوز بدل بفرخه مشويه، ده حقيقي بجد. اول ما دخلنا في الاكل، بدل باي حاجه، اكل، لبس، اي حاجه، لقيت الناس بدات تتفاعل معايا كتير قوي قوي. وبدلني كمان فكرته حلوه جدا في حاجه تانية هقول لك عليها دلوقتي. طبعا لقيت الناس بدات تنزل كل الكراكيب بتاعه البيت عندها مستعمله جديده، الناس بدات تنزل بدل وبيع، يعني بدل قصاد بيع او بيع قصاد بدل. تمام، فكره بدلني كمان يعني خلتني اندمجت في الموضوع اكتر والناس لقيت شجعتني، طبعا من لقيت الناس اقبال على الموضوع رهيب ده.
وناس داخله تقول لي لا بجد كملي الجروب حلو قوي، لازم يكبر عن كده. ناس انا ما اعرفهاش بدات تنزل لي اعلانات كتير قوي على الفيس والجروب، ولينكات بتنزل في كل الجروبات اصلا. فالمهم بدلني بقى دلوقتي في جروبات الاونلاين. طبعا كل الاونلاين دلوقتي بقوا عاملين صفحات كتيره قوي، اللي بيجيب اوردر ويتركن، اللي بيجيب حاجه وتتركن بينزلوها عندي في الجروب. انا جبت ده واتدبست فيه ما شاء الله كله بيطلع. جروبات الاونلاين كبرت جدا بسبب بدلني. عاملين برضو حاجه فيها اضافه اعضاء، يعني اضافه اعضاء بدل بهديه، فالجروبات دي بدات تكبر. بحس الناس دخلت بتديني حماس رهيب، كبري الجروب، طوري منه، الجروب حلو قوي، احنا استفدنا منه. هو ما شاء كدا. الله انا نفسي دخلت الجروب، يعني انا شخصيا دخلت الجروب لقيت ان في حاجات انا محتاجاها، يعني موجوده. ممكن مثلا عندي حاجه تانية مش محتاجاها، غيري محتاجها، ممكن نبادل بعض بيها، ممكن ابيعها واخد حاجه تانية بدلها. لا الموضوع بجد. وفي حاجه كمان اسمها مبادله خير، هاشتاج مبادله خير، ده انا عملته فكرت فيه. مبادله خير مثلا حد عايز روجيتا بيدخل خاص يكلمني كتير قوي قوي، واحدة مش مقتدرة تجيب علاج عايزة تصرف الروجيتا دي، بنزل في بدلني لو سمحت ده طلب عضوة غير مقتدرة على العلاج، عايزين نجمع لها. ناس كتيرة قوي بتدخل بتتجاوب معايا وبجيب لها العلاج، وصرفنا روجيتا كتيرة قوي قوي، وهدوم وعرايس عطلنا لهم حاجات كتيرة قوي في الأجهزة وكده، وناس كتير بدأت تتبرع. فبدلني شكرا لكل حاجة، بيع بدل مساعدات خيرية، يعني حاجات كتيرة قوي. أنا بتمنى أن الجروب ده يكبر بجد وياخد وضعه بجد، أنه هيفيد ناس كتير قوي. لا ما شاء الله، هو فعلا جروب كويس جدا ومتميز. انت كمان بتتكلمي ان مش بس بدلني، ومش بس مثلا انا هحط حاجه هعرض حاجه مثلا يتبدلني بيها او ابيعها، لا ده في مبادرات تانية كتير. كتيره جدا. هي مبادله خير دي احلى حاجه عجباني في الجروب. بيع بدل ناس كتيره كلها حتى من القاهره اسكندريه، ناس كتيره قوي عملت مبادله بنفس الاشخاص في المحافظات بتاعتهم، اتخلصوا من كراكيب مستعمله في البيت، اتخلصوا من حاجات قديمه كانت مركونه، لبس مستعمل، شوزات، اكل، شرب، كل حاجه. غير بقى ان الجروب فيه دمه خفيف، ان الكل متعاون مع بعض، يعني باخد دعوات منهم حلوه قوي، بحس انهم كلهم اخواتي اصلا مش اعضاء وخلاص. بس انتوا كلكم بقيتوا، يعني انت قربتي كل حاجه، قربتي كل المحافظات، كل بالزبط. في القريه في المدينه، اي حاجه هتحتاجيها هتلاقيها على الجروب. بالظبط. طبعا تطورت في الجروبات عندي، بقت كتيره قوي قوي. احلى حاجه في جروباتي العلاقات مع الناس، يعني علاقتي مع الناس بحس ان هم كلهم اخواتي مش اعضاء، ودي ادمن جروب والكلام ده. لا لا ما بتتعامليش معاهم كده. لا خالص، انا الادمن، لا. انا اللي لا انا خالص. اللي هي رغم ان في السلطة. في ناس كتير قوي ما شافتنيش او ما تعرفش مين خلود دي اللي احنا بنتعامل معاها، بيكلموني عارفين خلود دي سنين اصلا. بس فانا بصراحه كل اللي نفسي فيه ان انا يعني، ونصيحه لاي حد، لاي واحده عايزه تحط فكره في دماغها ان هي تنفذها، لازم تنفذها وتحدي اي حاجه، حتى لو طلعت وحشه او صعبه، او لازم تغامري، لازم تتعودي على المسؤولية، لازم تعملي أفكار تنفذيها. طالما مش غير عادات التقاليد والمجتمع، طالما صح وماشية صح ومظبوط، نفذي أي فكرة أنت تفكري فيها. وأنا نفسي أتطور جدا في جروب الشنط، نفسي يبقى عندي مول كبير قوي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا بيدي لكل بني ادم طموح. أكيد. يعني انت المفروض مثلا لو كنت احبطتي من الاول، لا خلاص انا مش هعمل حاجه، ما كنتيش وصلت. لا انا ربنا سبحانه وتعالى عطالي يعني حاجه. كل بني ادم بيقع في ظرف، انا اتحديت الظرف ده، اتحديت ان انا لازم اكون اقوى، لازم انا اكون ليا اسم، لازم اعمل حاجه لنفسي اثبت وجودي فيها. تمام. جروب الشنط دي حاجه خيال، يعني انا كنت فوفي بقى وكده واشتري شنط وكده. لا يعني جه واحد محل شنط كان صغير كبر نفسه، انا اتغصت، ليه ما بقاش زيه؟ ليه انا ما بقاش انا كمان كده واكبر؟ مفيش فرق بين ست وراجل. لا بالعكس، مفيش فرق، انا عايزه اكبر وعايزه اكبر نفسي. الطموح والتفاؤل، يعني ولما هو كفلي شوفي ربنا سبحانه وتعالى. طبعا تاني يوم على طول انا اختي اشتريت شنطه من عنده نفس الشخص، خدت كل المصانع، خدت كل الفواتير، الشنطه بفتحها لقيت كلها فواتير ومصانع، قلت بس خلاص جت من عند ربنا، الحمد لله يا رب. فاتعاملت مع المصانع. عشان انت بني ادمه فعلا طموحه وعايزه توصلي، مش عايزه تقعدي لا خلاص هتحطي ايدك بقى على خدك زي ستات البيوت، لا لا مش هعمل خالص. حاجه انا مش هعرف اوصل. لا بحب اغامر حتى لو فشلت، يعني حتى الحاجه لو فشلت طالما ماشيه كويس وماشيه مظبوط بحب اكمل الطريق، يعني ما بحبش اياس. الحمد لله. ربنا يوفقك ان شاء الله وهتوصلي لمراحل اعلى واعلى كمان يا خلود. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.
تمام يا خلود. إيه بالنسبة للجروب، إيه ما حدش قالك مثلا الجروب ده ملوش لازمة، بلاش مثلا ممكن حد يدخل مثلا يعمل مشكلة ولا أي حاجة من بتاع الحاجات دي؟ بدلني جروب بدلني. انا في بدايه ما عملت الجروب انا تهاجمت من ناس كتيره قوي قوي، انتي واخده اسم جروبنا، انتي بتعملي اسم جروبنا ليه؟ كتير قوي. بالظبط. اصل لقيت بدلني، بدلني انتشر بطريقه رهيبه. ممكن تلاقي بدلني فيه مثلا 30,000 عضو، بس هتلاقيه ملهوش اي بس ما لازمه. فيهوش حاجة. ملهوش اي لازمه او مش مفيد. تمام. فلا انتي واخده اسمي. قلت لهم لا بدلني، يعني بدلني شكرا. اسماء كتيره قوي بدلني شكرا. اتحديت ان انا اكمل. ناس قالوا لي لا اقفلي الجروب ده مش هيمشي معاكي. اتحديت برضو ان انا اكمل الجروب. لقيته بيزيد، لقيت ناس بتخش على الخاص تكلمني الجروب ما شاء الله تحفه، انتي ساعدتي ناس كتير قوي، انتي خلصتينا من حاجات في البيت ملهاش اي لازمه كلنا كتير عندنا قوي. كراكيب وعندنا حاجات جديدة ومن وحاجات الحاجات قديمة. اللطيفه الحلوه بقى ان مثلا واحده بتنزل بلوزه قديمه عندها، انا عايزه تورته قصاد البلوزه دي، أكل انا عايزه مره أكل عم واحده. بدليني بأكل، مش بس مثلا لا أكل بدليني لطيفه. بحاجة تانية لبس أو حاجة، لا 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 بدليني بأكل. مره واحده دخلت شكرتني جدا جدا، بتقولي بجد الله يبارك لك، انا كنت مش لاقيه حاجه اتغدى بيها في البيت بجد الموقف ده. ما عنديش اي اكل في البيت ومعيش فلوس وجوزي مش شغال وكده، وانا نزلت ببدلني عبايه بيتي عندي قديمه، نزلتها بدل بفرخه مشويه مع وجبه رز وخضار. يعني واكيد اتغدت. العبايه اللي هي نزلتها دي غيثه محتاجه يعني غيثه. دخلت دعتني، يعني دعت لي كتير قوي 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 وشكرتني كتير قوي قوي. بصي دعاوي الناس دي بقى بتحمسني ان انا اكبر، ان انا عشان انت اعمل ليكي افكار هدف، كويسه. الجروب له هدف، مش فكره ان انا بعمل بالظبط. جروب وبلم اعضاء وخلاص، لا انا ليا هدف. واحلى حاجه ان انا بمشي تبع، يعني تبع الناس ما تطلب مني. يعني انت عملتي جروب شنط شوزات بدلني شكرا، لا هات لنا ادوات منزليه، عملت جروب تاني ادوات منزليه. تمام. فاي حاجه الناس بلاقيها بتشجعني فيها انا بيزيد حماس فيا وبكبرها، ونفسي اكبر اكتر واكتر كده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا خلود، شرفتينا ونورتينا النهارده يا خلود. تسلمي، وانا مبسوطه والله ان انا معاكم النهارده. توتر بقى وكده بس يلا بقى. حبيبتي شرفتينا ونورتينا النهارده تسلمي. في شكرا البرنامج. لذوق. شكرا. عايزه ابعت رساله بقى لكل بنت، لكل ست في القريه في المدينه في اي مكان، اشتغلي اجتهدي، ايه المشكله يا ما تخليش حاجه توقفك، ما يعني بصي حصلت لك مشكله، حصل لك ظرف، بالظبط لازم يحصل كده علشان بالظبط تسعي ورا هدفك، علشان بالظبط. يعني اتحدي اي موقف، اي موقف تقعدي تقعي فيه ما تيأسيش ما تزعليش، لا اتحدي نفسك. حتى لو حد اتريق عليكي، او حد، حتى لو حد قالك ايه اللي انت بتعمليه ده، حتى لو حصلت ازمه، حصلت حتى مشكله، ما معكيش لازم فلوس، كل ده وارد، لازم كل ده وارد علينا، بالظبط لازم نتحدى كل ده عشان نوصل ما للي احنا تيأسيش عاوزينه. وكده، ويبقى عندك مسؤوليه وفي ناس مسؤوله منك، فلازم تتحدي اي حاجه ولازم تغامري ولازم تعملي اللي انت عايزاه طالما انت صح وطالما الناس راضيين، خلاص يبقى اي حاجه غامر بيها. طيب خلود، وجهي كلمه للبشمهندس وليد شعلان. استاذ وليد، طبعا بشكر حضرتك جدا جدا جدا. شخص بجد يستاهل كل خير ودايما من نجاح وربنا يوفقه. شجعني جدا جدا ان انا اخد الخطوه دي، انا مكسوفه، كنت مكسوفه رهيبه مكسوف رهيب، بس بصراحه اداني حماس واداني طاقه كده ايجابيه ان انا اطلع معاكم النهارده. استاذ وليد الف شكر طبعا، وربنا مثال يوفق حضرتك ان شاء خلود، الله. مثال لكل بنت مجتهدة وعاوزة توصل لحلمها وعاوزة توصل لحاجة. شكرا يا خلود، نورتينا وشرفتينا النهاردة. تسلمي. شكرا، يا رب اكون ضيفة خفيفة كده عليكم النهاردة. حبيبتي نورتينا. تسلمي. هسيبكم مع الفاصل مع ورشة الحاج عبد قد. انتظروا.